عميد، حضرتك السنة مش مرشح على الانتخابات، بس طبعا الدعم واضح لمين عم بيكون وعملك على الأرض ما تغير. فينا نعرف ليش قررت أنك ما تخوض غمار المعركة الانتخابية؟ السبب الأساسي شيء عائلي. يعني مبدئيا أنا عائلتي، أنا صار لي 17 سنة بالخارج وأنا 37 سنة بالجيش، كنت بعيد شوي عنهم. هلأ كنت بنزل مرة واحدة، هيدي منحني اياها الرئيس الله يطول بعمره. نزلت عملت مرة، سبب رئيسي اكثر انه بدي اترك مجال للجيل الجديد تبع التيار، خلي هن يستفيدوا من هالمراكز هيدي ويعطونا دم جديد لكلنا سوا، ويعرفوا الكل انه مش دايما المقعد، مش دايم لواحد، المقعد هو للتيار مش لشخص. هيدي الرسالة أنا اللي بدي وجهها، إنه مش كل واحد يقعد بالمقعد يفكر صار له. هيدا المقعد هو للتيار الوطني الحر، مش لشخص توني بارو أو إكس أو واي أو زد. عميد، كيف شايف سير العملية الانتخابية ببيروت الأولى إلى الآن؟ طبعاً ما بدنا ننسى إنه هيدي انتخابات بعد انفجار بيروت اللي دمر نصف العاصمة. أول شيء بخصوص إذا عم نحكي على قصة انفجار بيروت، نحن أكثر ناس اشتغلنا من بعد انفجار بيروت، نحن أكثر ناس قدمنا ونين، نحن أكثر ناس كنا حد العالم. بس نحن نصيب إنه ما عندنا دعاية مثل غيرنا، عنده الإعلام عم يفرجي كل هالأشياء هيدي، بس نحن ما منخاف، ضلينا على الأرض ونحن موجودين. وأهلنا اليوم بيثبتوا هالشيء. بالنسبة للجو الانتخابي اليوم كتير ممتاز، على الأرض كتير في هدوء. هذا اللي مبسوط منه، إنه ما في ما في تنافر، ما في تشنج بين العالم. أنا متأمل خير. الأجواء اللي عم تجيني والناس اللي عم بحكي أنا وياهم، إنه وعدوا إنه حدا يدفع لهم، كذبوا عليهم، كله هالأشياء هيدي كله عم تجينا الإيكو تبعهم يعني. وبس إنه لم يكن صوته، ونحن بدنا نصوت للتيار، ولا بالتحديد للأولى اللي هو مرشحنا هون نحن، وهيدي الأجواء يعني. أنا بدي أتشكرك ويعطيك ألف عافية وشكرا لك.